تعالوا شوف شو بصير لو تقضي يوم كامل مع 100 بسة. رحت على مكان بعمان اسمه كات جونجل، وتفوتوا على المكان وكله بسس. بحب أعرفكم على البس اللي هو حرفياً قائد المكان، اسمه صقر، اسم على مسمى، وعندكم هون موديل المكان، وحرفياً بسبب مشيته وبيطلبوا لإعلانات كتير كبيرة. عندكم هذا البسبوس اللي ببين كتير كيوت، وأول ما تقربوا على أي بس بنجلنه بصير صرخ وما بطيئهم أبداً. وبسبب تصرفه اللا أخلاقي قررت إني أخذ صورته وأحطها عند النوتي كات، وقررت أغير نفسيتي وألعب مع البسس شوي بهاي الريشة. طبعاً زي ما انتم شايفين ما حد عبرني، فأنا كتير تضايقت. طبعاً هون المدرب قرر يورجيني كيف بلعبهم وكيف البسس تتفاعل معاه، وأنا دمي محروق من جوا. فقررت أروح عند الكيتنز الصغار وأطعميهم وتسليت كتير معاهم، وقررت إنه أختار بس منهم وأسميها صابصاب. طلعوا ما أحلاهم أكتكتها، وبدي أخليها تصير زيي، أصلاً هي شبهي. وهيك بكون قضيت يومي مع 100 بسة.